10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب المصري. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع بين منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر في المباراة المهمة التي يسعى فيها المنتخبين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. وستذاع المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والحادية 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تنقل عبر قنوات بين سبورت القطرية من ملعب فيليكس في الأراضي الإيفوارية. استعدوا لها، ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.